98.7 اف ام ده ترددنا، وكمان تقدروا تسمعونا عن طريق نايت سات 12398 فيرتيكال او راسي، وكمان عن طريق موقع بوابه الوسط اللي على الشمال استمع الى راديو الوسط. معايا ضيفي، ضيف عزيز جدا، الرجل المحترم السيد عمر السكتة رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد. وكلمنا قبل الفاصل على الدعم ونقطة الدعم، وان ما كانش فيه دعم وكان فيه كمان احتجاز يعني او شبه احتجاز للبعثة في تونس. وبنتكلم النهاردة او الوقت كمان على موضوع المنتخب والامال والطموحات في المنتخب خلال الفترة اللي جاية، خصوصا مع يعني البطولة اللي هتقام في شرم الشيخ. احب ارجع مع حضرتك من جديد، يعني امبارح كانت في مباراة ما بين منتخبنا الوطني والاهلي المصري، والمباراة خلصت يعني سامحني انا كانت مفاجأة بالنسبة لي، لانه هو مفاجأة لسبب، لانه الاهلي المصري فريق اعتقد حضرتك تعلم انه حتى على المستوى القاري له باع كبير، فكون ان احنا يعني منتخبنا يفوز على النادي الاهلي المصري من وجهة نظري المتواضعة كانت مفاجأة. لا هي مش مفاجأة طبعا. بالنسبة للأهلي المصري عنده ثلاثة تقريبا أو أربعة من عناصر اللي هم المهمين في المنتخب المصري، نعم. يعني في المعسكر، نعم. كذلك حتى نحن عندنا ثلاث من العناصر المهمين كنا مريحين يوم أمس. بتعمد أم لا؟ لا بتعمد طبعا، لأن المباراة قوية وما تقدرش، هم تحت الإصابة فهم قاعدين في راحة تامة، نعم. يعني حتى التمرين بالنسبة لهم اليوم تمرين خفيف جدا تحت رعاية وإشراف الطبيب المصري والطبيب الليبي، عندنا اثنين أطباء مع البعثة ما شاء الله. لكن مش مفاجأة حقيقة، لعب المنتخب الليبي لعب بكل جدية، توفق هي مباريات بالتوفيق، توفق المنتخب الليبي يوم أمس، توفق حراس المرمى كانوا جيدين وطلعنا بنتيجة نعتبرها مهمة جدا في وقت مهم، هذه كانت آخر مباراة ودية للمنتخب الوطني، رفعت من معنويات الشباب، نادي كبير الأهلي طلعنا منه بانتصار، أنا حيخلينا نخش البطولة إن شاء الله، ونفسيات ومعنويات مرتفعة عند الشباب. أعتقد المباراة دي كان لها يعني عامل السحر زي ما نقوله على اللاعبين، زي ما حضرتك قلت نفسيا. نفسيا طبيعي، نفسيا لما تفوق على نادي كبير زي نادي الأهلي بتعطيك دفعة كبيرة وما عادش تخاف من حد. عشان بس المستمعين يا جماعة، بس عشان ما تقولش منتخب قابل نادي فأنت شايف إن الموضوع سهل، لا فعلا الموضوع صعب جدا. نادي الأهلي منتخب، نادي الأهلي بالضبط، نادي الأهلي هو يعتبر هو المنتخب في ناس كتير جدا، منتخب المصري تتكلم في القوام الأساسي المنتخب المصري، كمان يعني الصراعات دائما وأبدا ما بين الأهلي المصري والترجي التونسي، كرة مصرية وكرة تونسية في كرة اليد بالتحديد. نعم. خلينا نروح لنظام البطولة ومين هي المنتخبات المشاركة معنا. نعم. ونظام البطولة هيبقى عامل ازاي؟ هو طبعا البطولة من مجموعتين ألف وباء، كل مجموعة تكون من ست فرق، حيطلع أول وثاني وثالث ورابع يتأهلوا للدور اللي بعده، الأول من المجموعة يقابل الرابع، أول وثاني وثالث ورابع. نعم. من كل مجموعة يبقى أربعة وأربعة، من كل مجموعة يبدأ أربعة أربعة، الأول يقابل الرابع والثاني يقابل الثالث وهكذا. نعم. فنحن طبعا باعتبارنا الحالة الصحية للرياضيين صعبة، سنتين ما فيش تدريب. خلينا معلش أستاذ حضرتك بس، المنتخبات المشاركة معنا إيه؟ تونس وأنغولا والكونغو برازافيل والكونغو الديمقراطية وكينيا. طب معلش يا فندم، يعني لو حضرتك هترتبهم لي كده. الترتيب بالجدول؟ لا لا. بالقوة زي ما رتبتهم لك بالضبط. تونس، احنا للأسف مباراة الافتتاح مع تونس للأسف. ده طبعا رابع عالم وبطل افريقيا. اثنين انغولا تتعرف بالنسبة للبنات، الانغولا هن بطلات افريقيا على الدوام، بس نعم. المرة الأخيرة في الجزائر فازوا منهم، تونس خذوا منهم البطولة. أنغولا يطمحوا في نيل البطاقة الثالثة بدل الجزائر لذهاب كأس العالم. نعم. فريق كبير. وكان في أولمبياد أفريقيا بالكونغو لعب المباراة النهائية مع مصر، وكانوا ربحين مصر بالمنتخب ده، وفي اللحظة الأخيرة مصر عادل ولعبوا وقت إضافي وانتزعوا المصرية الميدالية الذهبية من الكونغو. نعم. جامدين، عندهم لاعبين محترفين بالخارج، رئيس الحكومة بتاع أنغولا رجل رياضي يدعم في الرياضة بشكل عجيب جدا وبكرة اليد بالذات. فندم هي نفس النقطة فندم. نعم. في الأول هو دعم واهتمام ومتابعة وصبر ومثابرة. بعدين جي الكونغو برازافيل، بعدين الكونغو الديمقراطية وكينيا.
وليبيا طبعا. لو هتحط منتخب ليبيا تحط فين بأمانة؟ منتخب ليبيا يجي يا ثالث يا رابع، وده الهدف اللي نحن جايين من أجله، يكون يعني في يعني في امل ان احنا نكون متواجدين في الدور القادم. انا طبعا بنوجه لاحبائنا الليبيين ومتابعي كره اليد باش يكونوا في الصوره. نعم. احنا وضعنا الخطه ان نحن مش حنجي مش حنلعب يعني بالتكتيك وبالتشكيل المهم في تونس، نبعد الاصابات، يعني مهما لعبنا مع تونس حنخسر. فقررنا ان نحن نلعب بالفريق الثاني، نبعد اللاعبين المصابين خلوهم تحت الرحم. نعم. وحنشوفوا مباراة أنغولا اللي هي بعدنا مع الكونغو، شو شن أحواله؟ كان لقينا أنغولا برضو بيّن إنه هو قوي، المباراة الثانية مش حنقربوه، حنسيبوه زي ما سبنا تونس، حنتعدل الثالثة اللي هي هنا يبدأ الشغل بتاعنا. أنا يفترض إن نفوزوا على الكونغو، على الكونغو الديمقراطية وعلى كينيا. هي المباراة الثانية على طول مع الكونغو، الثانية مع أنغولا. أنغولا. فحنسيب حنسيب اثنين حنسيب، فهمت؟ وحنمشي نبدأ الشغل متاعي في المباراة الثالثة إن شاء الله يكونوا رياضيين بصحة وبخير، فهمت؟ اللي هو حيجي يوم 23. كويس. المباريات هتبقى بشكل يومي يا جماعة، يوم ابتداء من يوم في يوم 21. الموضوع هيبقى بشكل أيوة. نعم. فنحن المباراة الثالثة الكونغو برازابيل حننزل فيها بالتشكيل الكامل، وان شاء الله نتمنى نحقق الكونغو والكونغو اثنين نربحهم. يعني حضرتك شايف انه يعني هيكون في محاولات من اجل يعني حتى الوصول أنجولا للدور اللي بعد؟ لا لا، حتى أنجولا هيكون هناك محاولات يعني ان احنا نفوز؟ لا الموضوع صعب. لا 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 لا، حنشوفهم في الافتتاح في الليل، لكن انا متاكد لان شفتهم مع مصر. طب مش شايف حضرتك انها تبقى مجازفه شويه؟ لا صعب، لان البنيه الجسمانيه امتاع الافارقه بنيه قويه جدا، ونحن لاعبين مصابين لما اقول لك تحت الرعايه الطبيه. نعم. فما نقدرش نقربها. نعم. مش حنجازف. انا طموحي نبي نمشي للدور اللي بعده. نعم. بس حابب نمشي ثالث مش رابع. لم نمشي رابع هنلعب مع مصر. مع مصر هنلعب مع اول المجموعه. انت قررت ان مصر اول مجموعه؟ طبيعي. لا طبيعي. طال افريقيا. بس حتى هي كويسه لما نمشي رابع ونلعب مع مصر، اسمي لعبت مع مصر ولما نخرج مش حيكلمني حد. نعم. حنمشي بعدين نلعب مباراه ترتيبيه بعدين على السابع والثامن. وده اللي نبيه على اساس اننا نحافظ على التصنيف بتاعي. بس لو مشيت ثالث وخسرت حنلعب على الترتيب مش السابع والثامن، حنلعب على الترتيب الخامس والسادس، لما نخسر فيها نصبح سادس انا افريقيا. يعني بص يا جماعه، خطه كامله رسمها رئيس الاتحاد اللي بالكره اليد. لا انا والجانب الفني. نعم. انا والجانب الفني واتفقنا هم. انا فاهم، انا اقصد اقول بشرحها لهم ان هو خطه فعلا. مفيش ما لان المخرج بتاعنا يعني كل المنتخبات مع سكرين ودوريات ولعب، احنا لنا سنتين ما عندناش دوري. صحيح. واللاعبين مصابين، فيه واحد من اللاعبين مش عايز اسميه في تونس، قررنا الدكتور قرر له عمليه فدك هنا في الجنب. ما باش يعملها، قرر يلعب مع المنتخب لما يرجع لتونس. والله يعني الدرجات والله اصرار وتضحيه والله. خلينا نروح للمواجهة الأولى الأبرز، وهي مواجهة المنتخب التونسي. منتخب التونسي طبعا الجميع يعلم قوة وصلابة المنتخب التونسي، بل بالعكس أنا شايف أنه هو المرشح الأول للبطولة مش منتخب مصر من وجهة نظري. المنتخب التونسي المواجهة هيكون فيها بعض يعني قد تشبه أو يكون لها أثار يا إما إيجابية يا إما سلبية، حتى وإن كان بالتيم التاني. يعني لما تنزل قدام البطل أو المرشح وتتقدم أداء كويس هيديلك قوة وطمع كمان في أنجولا والآخره. فقدر الله لو كان في هزيمة تقيلة، وده اللي ما بنتمنوش، هيبقى الأمور صعبة جدا. فإذا في عامل أو في المباراة الافتتاحية دي ليها مزاق خاص. فكرنا فيه الموضوع حاضر. نعم. بس الشارع في ليبيا نعم ومتابعي كرة اليد حينسوا الهزيمة إذا كانت لا قدر الله كبيرة. نعم. بس حيفتكروا الآخر. يفتكروا أن نحن عدينا للمرحلة اللي بعد. نعم. وحيفتكروا الآخر أن نحن رجعنا من مصر بالتصنيف كذا، مش حيفتكروا المباراة الأولى. كويس. إحنا نأمل يعني ونعتقد أن التوانسة لما يشوفوا المنتخب الليبي مش كامل ويلعب على مهل، حتى هم حينزلوا الرتم لأنه مش من صالحهم يلعبوا جامد، خايفين على الرياضيين متاعهم والإصابات. نعم. هذا اللي نتمنى. ثم الفريق الثاني عندنا، العناصر الثانية هي عناصر كويسة، هي اللي لعبت ضد الأهلي أمس وتفوقت على الأهلي، لأن اللاعبين الكويسين ريحناهم أمس.
ففيه جزء منهم ده مش تقليل من اللاعبين يا جماعه تقليل من اللاعبين لاعبين ممتازين بالزبط. ولكن لازم يبقى فيه كده حتى عنصر مفاجاه في حد ذاته ما بقاش انا كاشف كله اوراقي انت طبعا لابد تدير خطه والخطه مبنيه على الهدف متاعك. الهدف متاعنا الاول والكبير تواجدنا في مصر والحمد لله كنا اول فريق يوصل للمصر منتخب الليبي وصلنا اول وحدين حنرفع العلم الليبي ان شاء الله بعد بكره حنرفع ان شاء الله حنكون موجودين ورساله لكل العالم ان ليبيا بخير المباراه تقريبا الصبح يعني. تقريبا احنا نلعب الساعه 1 الساعه 1 يوم 21 فهمنا اللاعبين طاقم الفني فهم اللاعبين ما فيش خوف حتى من تونس ما يخوفوناش يعني فهمت نحن نلعب وهذه هي الرياضة فيها فوز وخسارة التوانسة يعني فريق كبير زي ما تقول مصر وتونس اثنين هذوما في أفريقيا كبار رابع عالم وأبطال أفريقيا وعندهم لاعبين محترفين وغيرها ونحن والله عندنا قدرات لكن الظروف متاع السنوات الأخيرة سواء السنوات اللي بعد الثورة وحتى قبل الثورة حتى أيام النظام السابق ما كانش فيه فهمت تخطيط ومدربين عليه خلينا يعني بصراحة لو كانت الظروف مختلفة كان بالإمكان تحقيق حتى ولو مركز متقدم جدا في البطولة كنت حتشوف من مباراة الافتتاح المنتخب اللي بيعمله لو كان فيه ظروف كويسة لو كان خذينا الفلوس بدري بعد القرعة لكان المنتخب الليبي أقوى منك لأن نحن الفلوس خذيناها أول أمس فشوف أنت نفسيت الرياضية ما فيش دوري نسألني واحد من المذيعين في واحدة من المحطات قال لي إيش حتكون النتيجة يوم مباراة الافتتاح مع تونس فقلت له أنا لنسألك السؤال هذا يعني منتخب تونس رابع العالم ولاعبين يلعبوا في ألمانيا وفي فرنسا وواحد في برشلونة واليوم عندهم مباراة ودية مع ألمانيا ونحن الليبيين ما عندناش دوري من سنتين ولا عندنا ونتسول ونشحت في الفلوس انت رايك ايه يعني جاوب انت بس صعب قوي تسول السؤال يكون منطقي والناس لازم تفكر بالمنطق وبالوضع اللي نحن فيه فهمت رحم الله امرين عارفها قدر نفسه يعني هاخد طيب مسجات علشان نخرج من المود شوية عشان كمان شوية هنفتح ملف مهم جدا وهو ملف لا زي ما احنا ماشي هبة ما تقلقيش كله أمان يعني هنفتح ملف مهم جدا وهو ملف الدوري الليبي لكرة اليد والكلام الكتير حوالين الموضوع ده هو رمى الألم يبقى ربنا يستر طيب في عندنا بعض المسجات سريعا من على الواتساب هاخد مسج واحدة من حورية مغازي بتقول حابة نحييك أستاذي أستاذ شريف البرنامج رائع من تقدم وتقدم وتحياتي لضيفك المحترم السيد عمر السكتة تحياتنا ليكي أكيد وكمان حسام الفايدي بعد عايز يعرف أخبار أبو صلاح أبو صلاح أقول لك الأخبار بس هتبقى في حلقة الخميس إن شاء الله كمان وحيدة زماني بعتها بتقول السلام عليكم كابتن أهلا بضيفك اللي صوته وحده يدل على السلام ويبعث طمأنينة في القلوب وبتقول أنه يعني حتى رفع حمل الأثقال أو رفع الأثقال في ليبيا مهمشة بكل بكل وكمان بتقول ولاعبيها يبوا دعم ومفيش لو تكرمت أكيد يعني في صعوبة كمان في موضوع مهم جدا وهو المنتخب الليبي لكرة الصلاة وكرة خماسية منتخب ليبيا لو حضرتك بتتكلم بقى يعني العمالقة في إفريقيا وفي كرة اليد وهو المنتخب التونسي المنتخب المصري منتخب الليبي هو المنتخب الأقوى والأبرز في إفريقيا في الفترات الأخيرة في نقدر نقول من حوالي 5-6 سنين لحد النهاردة هو الأبرز وحتى تصنيف وبيقول كده للأسف اللاعبين راحوا شاركوا مع السودان رجعوا ملقوش حتى نعم. مش حد يستقبلهم لا نعم. حد ينقلهم صح ينقلهم حضرتك متخيل مفيش دعم مفيش الكلام ده كمان سريعا عليوة بيقول منور كابتن وتحيات الضيفك وكمان جيش بيقول كمان منور كابتن شريف فندم عايزين نروح لدوري كرة اليد من 2013-2014 يمكن الدوري اللي أقيم آخر دوري أقيم وفاز به فريق النجمة وكانت مفاجأة كبيرة جدا أكيد هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع ده ولكن هل هناك إمكانية لعودة الدوري خصوصا أنه دوري كرة القدم في بعض المحاولات للعودة من جديد هو طبعا الدوري مش مشكلة انه يعاود وينطلق عنده مشكلتين فقط اللي هو الدعم المالي للاتحاد الاتحادات عامة سواء كان قدم ولا يد والدعم المالي من الوزارة للأندية يعني الأندية لما ما تحصلش دعم مخصص لكرة اليد
انت تعرف كل نادي لازم يجيب لاعبين محترفين، لاعبين الليبيين حتى هم من حقهم ان هم يحترفوا داخل الدوله ويكون عندهم عقود كويسه ويكون عندهم مرتبات كويسه، لان هي اصبحت زي المهنه خلاص يعني، فهمت الرياضي. الجانب الاخر اللي هو العكس نتاع الاموال اللي هو الجانب الامني، ما تقدرش تجازف انت بلعب مباريات وتنقل فرق من مدن لمدن والوضع يبدا مش امن. أنا أتمنى إن شاء الله أن سيقف كل الأطراف عند هذا الحد ونمشوا لحكومة واحدة ويكون فيها دعم من رئاسة يعني الحكومة للوزارة. ما فيش أي نوع من اجتماعات لا. محاولات نعم نحن بعد ما نرجع إن شاء الله عندنا جلسة لمجلس إدارة طارئ حيكون في طرابلس. أنا نعلم أن كرة القدم حينطلقوا، نحن حننطلق خلفهم دغري. عندك أمل أفندم في كرة القدم؟ عندي أمل تنطلق. عندي أمل عندي أمل الليبيين أقوياء يتحملوا، حننطلق وراهم على طول إن شاء الله. حيكون نظام الدوري كذلك مجموعتين، مجموعة في الشرق ومجموعة في الغرب، نفس النظام 13-14 وحيتأهلوا الأربعة والأربعة وحنعملوا تجمع نهائي. الأهم هل الأندية قادرة بلاعبيها أو الأندية بالدعم زي ما حضرتك قلت موضوع الدعم، هل الأندية قادرة أن هي تخوض دوري في هذه الأثناء؟ حتى لو حضرتك قلت خلاص يلا يا جماعة عندنا دوري، الأندية فعلا قادرة أن هي تكون تشارك؟ بالدعم قادر. لابد وزارة الشباب والرياضة تعطي دعم للأندية مقابل اليد والسلة والطائرة على حسب الرسائل اللي يطلع. وكلهم مش هياخدوا على فكرة يعني جزء من المشاكل طبعا هياخدوا جزء، لكن الليبيين فيهم ميزة عن العالم كله حتى على المصرية وعلى التوانسة، عندنا حب للرياضة بشكل لا يوصف. دي حقيقة. يعني لو نسأل أي واحد في الشارع الليبي عن الدوري الإنجليزي والألماني وغيره كل شيء عنده معلومات، ونسأل على الدوري المصري والتونسي متابعين، نحن الليبيين عندنا شغف للرياضة بشكل هذه الفرصة مفروض تنتهزها الحكومة وتنتهزها وزارة الرياضة وتدفع باش الأولاد والشباب يتجهوا إلى الرياضة معاش يتجهوا إلى الأماكن الأخرى اللي هي فيها الصراعات وغيره، نتجهوا إلى الرياضة. فمفروض الوزارة تدفع، الأندية جاهزة، اللاعبين موجودين، حتى اللاعبين المحترفين على فكرة الليبيين في الخارج حيرجعوا إلى ليبيا، الأجواء في ليبيا حلوة والمشاركات الخارجية بالنسبة لليبيين ما نحبوش نحن دائما نتغرب ونطلع برا، دائما نحبوا وطننا. يعني شاء الله حضرتك ان شاء الله بتوعد شاء الله. في ايجاد حلول من اجل عوده الوزاره ان شاء الله حتدعم الانديه حتدعم الاتحادات، هذا ما وعدنا به، وعلى ضوء ذلك حنحط اللوائح بتاعنا وبرامجنا وحننطلق ان شاء الله. نعم يمكن انا معلش انا النهارده كانت الاسئله شويه كده دسمه شويه، ولكن اكيد الشارع عايز يعرف من حضرتك امور كتيره كانت خاصه او كان مهم ان انت حضرتك توضحها. في سؤال انا يعني ما سالتوش كنت كان نفسي مخبيه. اساله لا خالص لا، في سؤال حضرتك كنت عايزني اساله وانا ما سالتوش. لا انت اكيد انت جبت كل شيء يعني اكيد سؤال كده لا جبت كل شيء وجاوبتك على كل شيء، كان في راسك سؤال تفضل. لا مش خالص ده يعني انا اللي عجبني في حضرتك انه الكلام مفتوح في كل حاجه، مفيش بفضل الله مفيش قيود، ما بقولناش مثلا في بعض الضيوف تيجي تقول لك لا ما تكلمش مش عارف ما تسالنيش السؤال الفلاني، لكن بفضل الله الامور بفضل الله مفتوحه بالظبط، ودي اهم حاجه. وطول ما الانسان يعني بفضل الله ما يعني ما وروش حاجه او بالزبط. في مشاكل عنده او الكلام ده كله بتكون الدنيا واضحه جدا. انا بس اتمنى من اهلنا في ليبيا متابعين كره اليد يعني بلاش الواحد يكتب في عبارات يعني مشينة ولا غيرها، لما ينتقد اتحاد اللعبة ينتقد بأدب وينتقد بمهنية، وهم يعرفوا ظروف البلد وظروف لاعبين وظروف المعسكرات وظروف صحيح. قلة المال صحيح. فما يجوش على حساب المدير الفني أو اللاعبين أو على حساب مجلس الإدارة، هذا اللي عندنا وهذا هو مستوانا وحضورنا هو الأهم. جملة واحدة للجمهور والله نطمن الجميع أن نحن وصلنا وطيبين بخير، ونحاولوا لنا معايا رجال حق ونتائج طيبة، ونبوا الناس تكتب علينا الكلام الحقيقي مش تمجدنا ولا تكتب بغض النظر عن ايه بالضبط. اكيد السيد عمر السكتة رئيس الاتحاد الليبي لكرة اليد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا النهارده وشرف لي ان حضرتك تكون موجود في ملعب الوسط وراديو الوسط. الله يسلمك بارك الله فيك. دي كانت حلقتنا النهارده، انا بشكركم شكرا جزيلا، هقابلكم ان شاء الله بكره مع سلامه نشوف حلقه جديده. السلام عليكم.